ما تزال العملية متواصلة إلى غاية منذ الساعة الواحدة أو الثانية صباحا. تم إنزال آلة حفر إلى غاية حوالي ساعتين أو أكثر. آلة حفر من نوع هونداي تقوم بعملية رفع كمية هائلة من المياه. كمية هائلة من المياه تعب يطلع فيه. شعل البومبة بعد 89 ساعة من الحفر. العملية صعبة نوعا ما، يعني مجهودات كبيرة لأعوان الحماية المدنية وكذا سائقي. كاين كونيكسيون هنا عملية صعبة جدا ومعقدة وأيضا حساسة بسبب أن الأنبوب لم يتبقى له إلا أمتار قليلة. بعد خروج الآلات وإخراجها من الأتربة والمياه سيتم قطع جزء من